تمزج مع العسل وتخلط مع الدبس وتضاف إلى أكلات كتيرة مثل الحمص والفول والباذنجان وغيرها. عرفتوها؟ هي الطحينية اللي بتجعل هاي الخلطات أطباق شهية. الطحينية غنية كتير بالطاقة، فكل ملعقة منها بتعطينا 130 سعرة حرارية، عشان هيك ما بينصح بتناولها بكثرة، خصوصاً للأشخاص اللي بيعانوا من السمنة. بس لازم نعرف إنه الطحينية بتحتوي على دهون صحية أحادية ومتعددة الإشباع. الطحينية ما بتحتوي على الكوليسترول إطلاقاً، عشان هيك الطحينية بتحمي قلبنا وشراييننا. ملعقة طعام واحدة منها بتعطينا ما يقارب 3 جرامات من المواد البروتينية الضرورية لبناء عضلات الجسم. بتحتوي الطحينية على مركبات السيتيرول النباتية المضادة للأكسدة اللي بتحارب الجذور الحرة بالجسم، وبتقوي المناعة، وبتخفض مستوى الكوليسترول بالدم.